يلا جبل اذا عمر سومه ها ايه الا سومه عمك هذا خلت معاهم سومه سوري عمي سعودي يلا روح احمد حسام يا اخي ما شفت الكره يا حمد متعلم معاهم ممتازه طيب كسرني انا احمد بصوت كسرني يبا ابلع احمد كمهو ما لا تقدم يا اخي المفروض ياخذ الحال ياخذها الحارس ونيبا طططططط هذا حزين قدم الحارس اذا عدل السماعة يا اخي الحارس ياخذها وزع ليش وني ولا نو رجع تكفى ديب يا جان عرض يا اخي اللي بترغ عرض البيت عرض المين كل البشر قدام يا اخي لا تقدم الحارس لا هذا غير مستحق طلع صوت من فين من متى طلع ايش هذا كم ما دخلت المرمى لا اخترقت ايش دخلني انا هذا رجع على طول ما قال لو ثواني انكسر يا كم واحد داخل عليه ايوه والكيم يا بنجلي ما تتكلم منقاوي رجلي يا منقاوي خلينا نشوف انا موجود ارجع يا كلب يا اخي خلاص رايت لوكاكو انت لوكاكو بص لا طب اخي ايش دبر انت تشبهه خلاص خلاص بس هذه الارقام تثبت بان هذا التقدم مستحق وان الفريق يقدم مباراه ممتازه الله عليك مين ما حد يلعب بص انت الله عليك طب قلت انا يا عيال اي احد يضيق طيب خلاص عادي لا اسكت خلاص طب قلت الله عليك كنت احسبها لاحمد يا عيال والله عشان كذا قلت الله عليك يا اخي لا تقول اوكي خلاص طيب لا تحسب الحساب يوم الحساب اسكت كذاب ومضيعوه قال الله عليك
خلاص اي والله نطن. جمهور كنا قاعد يقول ما يمشي يا محمد. لا كنت بقول محمد يا احمد. خلاص والله زي ضحك يا اخي. يا اخي احمد يضحك على رودين ويل ما ادري يضحك. انا ببقى ما اضحك انا ببكي. هذا ليه يضحك؟ هذا ليه من خساره؟ شوف خشوه شوف خشوه. زمنيا حنا نخسر زمنيا يا اخي. نفسي اعرف ليه يضحك. امك دخل. يلا شوشع شوشع. كمان انت كمان خذ اصفر. توسع يبي والله ما سويت الا شيء. والله قلت اخذ احمر اصفر اصفر. يا عمي هذا كم مره كان بياخذ احمر؟ هذا شو شعيب يضغط بزياده. شو شع شو شع شو شع بقى شو شع. شو شع ولد. شو شع والله ما طلبت يا عيال. خلاص اسكتوا يا خلاص. شيشي يا اخي شيشي شيشي. ليه ما يمدينا اربط لسانك؟ كلوا 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 خلاص واطلعوا برا المرة. يا اخي نخسر يضحك. لاعبين اربعة لاعبين اربعة اطلعوا لاعبين اربعة. طيب اسمع احنا نص الجيم. شوشع شوشع خرك. شوشع شوشع ايش تبغى؟ امك دخل. امك دخل. طب انا ما بسمع واحد في نص الجيم يقول شوشي. ما طب دخل يا حسين نطلع. انا بطلع اذا انا طلع. اذا انا طلعت هو بيطلع. تيم خراب يا ابوي. الناس يفوزون 8 ايام حنا نخسر 8 ايام. والله ما ادري ايش في عن احمد. يا خلاص قول احمد خلاص. بعدين اذا قلب عليك وقلبنا عليك بعدين تزعل. خلاص لا يا احمد. يا احمد احمد انت بس تضحك. ايه محاكم ايش في؟ يا عيال وصل اكلمه. ولو كذا ما لقيت جاي كذا تكلموا عندي. انا كم هذا يا احمد يبغى له امه قلبوه على اثنين. خلي اسحب عليهم ذلك. انت والله ما العب جناح بروح العب جناح. والله ما العب جناح بروح العب جناح. والله ما العب مهاجم العب جناح. يا اخي هذا الكابتن رب الكعب. لا طلعت يا اخي. اعطيه الكابتن ايش بك؟ طيب بدخل عشان اعطيك. ايوه ما رويها 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 رويها. مانجا سوي ضغط. المشكلة لما تدي كابتن ما يضغط ما يسوي ضغط. لا يقدم الحراس. حلو حلو شاطر هو بابا شوتر. حمد انت كله خراب. لا والله كويس. حمد انت محور يرحم ابوك. اجل مهاجم ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ ايش تبغى يا ياسر؟ سلامات. انا في مكاني اتكلم معاك. لا تصرف يا جماعه. يا احمد روح على الدوام يا منجا. طلع يا ابويا. يلا ابدا ابدا ابدا. يلا يا اخي ارض ارض بنيو يا منجا. منجا حط تشيله فيها كام. حط فيها كام. انا بيلعب كام. العب لحالك. لا لا العب كام. جناح مالي. العب لحالك. لا بالحالة. يا ابوي ابدا الحين. لا بالحالة. احمد انا بقول لك شيء بس لا تعصب علي. بالله لا تعصب علي. لا بالحالك. ما بقول. لا 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 تقول حالك. خرب كيفك. قول لي. انا وكيلك. هذا لعب يناول
يبرر المرمى. لا عدنا والجمهور. أحمد وعد بكم؟ أحمد بقول لك شيء بس لا تزعل. لا لا دقيقة دقيقة. أحمد روح. إيه يا أحمد. يا خروج. يا حبيبي شو اللي بلعبه ده؟ ما كان يشوف. بلعب أنا أبوسة تاني شو قمة؟ روح. استنى. يا أخي أنا كام يا. احمد بقول لك شيء بس لا تزعل بالله عليك لا 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 ما 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 لا يا اخي لا تناول كذا اللي برا المرمى ما لك دخل ان شاء الله ان شاء الله يا رب يناول الجمهور ويوقعون له ويعطونه اياه هاي ان شاء الله ايش فيه ايش فيه واي يا اخي ايش فيكم ايه لا 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 استغفر الله يا حمد يا حمد يا حمد ها هلا بعد يا اخي طب قول لي بدون قول زي الناس لا تقول هلا انت بعد من جد بعد ايش الرقم اللي ما كان لسه يقول هلا اول اقوله بكم اخر شيء لما هلا والله بغيت من ام عاد الان كيف يعني هو في ديو اوه شطرهم ذا اللي عندهم مالينو ايش هذا مزوين بيها اليابان والله هذا قطع ايش قلنا والله اسبانيا مالينو حسيت ميلانو لا لا خلاص والله جد يا خلاص طبعا هذا يقول شيء يا اخي لما انا لما اسب لما اجيب العيد لا حد يجيني حمد يا اخي على طيب طيب زمان برمضان لما نلعب ركلم زمان هو يقول كذا يا خوش يا شباب عندي فكره كل واحد يعطي نفسه ميوت وخلاص اوكي بالضبط نفس ميوت والله من جد خلاص اللي يتكلم بوكس خليه احمد انت اضحك انت مسوي انتم اطفال لازم ميوت عشان تسكتون احمد شوف طلعني شوف طلع كل طلع كلب اسود طلع عضه كلب واحد لابس الاهلي ها انت اهلاوي اهلاوي سوي نفس اتحادي سوي خوي انا الابلغ اتعلم مليون عربة حمد اطلع برا السكيلو ادخل حمد اعطيه كابتن اعطيه كابتن اطلع برا طيب اعطيه كابتن اعطيه طب قول قول اعطيه احمد اعطي نفسكم اعطوا نفسكم بيوت يا اخي حط السيان حكونا بطاطا اتملها مها لزازة واخو ايوه حكونا مكاكاتا ياسر ما تبغى كم اللي يبغى مكاكاتا يا عم ما قدرت اكمل الكلمة الا ابكى حكونا مكاكاتا كم انا زي ميت حمكن يا كل متاتا انت يا احمد يا اخي بالله عليك يا مسوي ميوت يا احمد اشتكي انت لحالك كذا وانت مسوي ميوت احمد اضحك لحالك وانت مسوي ميوت يرحم امكم سوي ميوت قبل اعترف ميوت احمد كل سالح وفابك يا زق والفابك يا زق يا خسارة يا احمد يا فلا خلاص 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 لا تتكلم يا اهلا بكم مشاهدينا في اجواء رائعه جدا نتمنى بان تكون المباراه مثيره ايضا تحياتي محدثكم فارس عوض للتعليق على احداث هذا اللقاء نلتقي اليوم مع حضراتكم في المباراه الافتتاحيه للموسم الجديد واجواء رائعه هنا والكل متحمس لركله البدايه فريق ارسنال في مواجهة فريق بيست فريندز اف سي بداية توريس والكرة في المرمى يا اخي حط ضغط ايه اوش